هكذا مر ليل مدينة الخليل، مواجهات واقتحامات واعتقالات طالت 16 مواطنا من مختلف أنحاء المحافظة بعد اختفاء آثار المستوطنين الثلاثة بالقرب من مستوطنة أتسيون المقامة على أراضي المواطنين شمال الخليل. أعتقد أن الحادث إذا صح البيانات الإسرائيلية في هذا المجال هو في منطقة تحت السيطرة الإسرائيلية بالكامل، ولا يغيب عنها وجود قوات الأمن الإسرائيلية ولا للحظة واحدة. فأنا يعني أستغرب كيف حدثت هذه السيناريوهات مرة واحدة بدون أي علم لذلك، ونحن يعني إضافة إلى المعلومات الاستخبارية وقوى الأمن الإسرائيلية، إسرائيل تسيطر على الأراضي الفلسطينية من خلال الجو. أخشى ما أخشى أن يستغل هذا الحادث بغض النظر عن السيناريو اللي تحدث فيها لقمع الأسرى والهجوم الدبلوماسي أو العسكري على الفلسطينيين لإفشال حكومة الوفاق الوطني. حكومة نتنياهو المتطرفة صبت جم غضبها على المواطنين بعد أن وجد جيشها المتخبط من هول ما أسماه عملية نوعية للمقاومة في منازل المواطنين فريسة سهلة في المدينة وقراها. الليل قريب الساعة 3 هاجم الاحتلال الإسرائيلي البيت ودخلوا بهمجية كبيرة، كسروا الأبواب ودخلوا حتى ما يعني ما استنوش إنه حدا يفتح لهم. من أول ما دخلوا بدأوا بالضرب على سلفي شريف وزوجي بلال. إجا الجيش مبارح وأخذوا خالة شريف وخالة بلال وخالة محمد وخالة مراد، وكمان دخلوا الكلاب كلياتهم ونزلوا من تيم خالة بلال الدم ورعبوا كل الأطفال. العملية لم تتضح معالمها بعد، إلا أن الإعلام الإسرائيلي ذهب بعيدا في التحليلات والتغطية راسما صورة ضبابية لما حدث في ظل حالة من الهلع والخوف تخيم على الأروقة السياسية الإسرائيلية. الموضوع له علاقة بضبابية كبيرة في الإعلام الإسرائيلي، خاصة بأنهم بالأمس أعلنوا بشكل واسع وبشكل مباشر بأن الأمور وصلت إلى شبه طريق مسدود، وأنهم ينتظروا ما يسمى بإنديكاتسيا، يعني زي مقدمت معلومات عن أنه ربما يتصل بهم أحد الخاطفين أو مجموعات خاطفة. ترقب واسع في الشارع لما ستؤول إليه الأحداث بعد عملية من بيت لبيت التي أطلقها الاحتلال لاسترجاع مفقوده بأي ثمن. يوسع جيش الاحتلال من عملياته العسكرية بحثا عن مفقوده الثلاثة وسط الحديث عن عملية معقدة للمقاومة الفلسطينية، ما ترك حالة من الإرباك والتخبط تسود أوساط الجنود الإسرائيليين وقيادة الاحتلال في تل أبيب. حمزة السلايمي، تلفزيون وطن، الخليل.